مسيرة صامتة بالرباط في الذكرى 29 لأعمال الإبادة الجماعية برواندا التي أودت بحياة 800,000 مواطن في مستهل عام 1994، معظمهم من عرق توتسي. إحياء هذه الذكرى في جميع بقاع العالم هو إطار شامل لتكريم الضحايا ودعم الناجين وتكريم الروانديين الذين أوقفوا الإبادة الجماعية وحرروا البلاد. La commémoration, elle est là, elle est prévue pour rendre hommage. هذه التظاهرة مناسبة لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد التوتسي والتي أودت بحياة مليون شخص في ذلك اليوم. أيضا من أجل مواساة ودعم الناجين من الإبادة الجماعية وعائلتهم. إحياء الذكرى هذه السنة يتم تحت شعار الذاكرة، الوحدة، التجديد، وهي مناسبة لتسليط الضوء على أهم التغيرات التي شهدتها جمهورية رواندا بعد هذه المأساة التي تعد واحدة من أعظم المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث. اليوم جينا باش نساندو الشعب الرواندي في الجزارة اللي كانت تعرض لها في سنة 1994. اليوم 29 سنة مرات على الإبادة الجماعية اللي تعرض لها التوتس، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على التضامن اللي تعرفوا الشعب المغربي مع الشعب الرواندي، واللي احنا كاملين جميع الشعوب تترفض أن تكون مثل هذه الممارسات في الحق ديال البشرية، في الحق ديال الهيومانيتي، واللي اليوم غنعبروا عليه من كل قلبنا بأننا احنا دائما ضد العنف، احنا مع السلام، مع الحب ومع التضامن. خلال هذه الذكرى المغرب يعرب عن تضامنه مع رواندا الصديقة شعبا وحكومة، كما يعرب عن تقديره لقيام رواندا بإعادة إرساء السلام الاجتماعي راشيا استمرار السلام والاستقرار والازدهار في البلاد.